الدنيا قلبي وأكبر بسم الله. أنت محتاج لأن تشبع من العبادة، والركوع يعطيك ذلك. الركوع فيه تذلل عجيب، حتى أن العرب كانت تأنف من الركوع. يقول حكيم بن حزام: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا أخر إلا قائما. يقول أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع، لما في الركوع من تذلل شديد. فأراد حكيم بن حزام أن لا يركع، وأنا واقف أسجد على طول. ولهذا إذا ركعت فأشبع نفسك تماما حتى ترتوي. أنت محتاج للعبادة، أن تعبد لكي تشبع حاجاتك حتى لا تتوتر بعد ذلك. الركوع يعطيك ذلك، إذا ركعت استشعر شيئا من ذلك، لا شك أنه سيصبح للركوع طعم آخر. قل سبحان ربي، لاحظ كلمة ربي، الله هو الذي رباك تربية، ما رباك إياها لا والدك ولا والدتك ولا غيرهما. هذا الثوب الذي عليك الله هو الذي وضعه على كتفك. في أحد منا الآن لا يجد طعاما؟ طبعا لا. أخلاقك الطيبة هذه الله الذي رباك فزرعها فيك، وإلا فليس لك من الأمر شيء. وجهك الذي ليس مشوها ولا محترقا وليس بدميم، من الذي رباه لك؟ من الذي ربى هذا الوجه لك طوال هذه السنوات منذ أن كنت طفلا حتى صار بهذا الشكل؟ الله سبحانه وتعالى رباك أحسن تربية. انظر كيف أن البعض يدافع عمن يحب، فأنت كذلك تقول سبحان ربي، تدافع عن ربك. التسبيح تنزيه كما ذكرنا، يعني هذا ربي منزه، أبعد عنه كل نقائص، ما أرضى عليه أن يمس بكلمة ولا بلفظة. سبحان ربي، ما أرضى أن يعصيه أحد. في كل يوم أسبحه فأقول سبحان ربي. والرب هو السيد المطاع الرازق المتكفل، يعني مثل ما أن الأسرة متكفل يحضر حاجاتها يسمى رب الأسرة، فأنت ربي، أنت ربي الذي تتكفل بي لتعطيني حاجاتي. حاجاتي من يعطيني إياها غيرك؟ آمالي لي آمال عندك، والتي سوف تذكرها بعد ذلك في الركوع. فأنت تعظم الرب أولا، تستشعر كأن قلبك يقول له أنت عظيم، أنت العظيم، كأن قلبك يقول هذا. وألفاظك ألفاظ شرعية نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سبحان ربي العظيم. يقول ابن القيم في شفاء العليل: يرجع جاثيا ظهره، يعني المصلي يرجع جاثيا ظهره خضوعا لعظمته سبحانه وتذللا لعزته، مسبحا له بذكر اسمه العظيم، وقابل تلك العظمة بذلك الذل. وعليه أن يقابل الانحناء والخضوع، وأن يقيم ذلك الأمر على أتمه. قد طأطأ رأسه وطوى ظهره، وربه فوقه يرى خضوعه وذله ويسمع كلامه سبحانه. يقول ابن القيم: فهو ركن تعظيم وإجلال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ما أحلى كلامك يا ابن القيم. أي والله، من عرف الله عظم الله بقلبه، فكلما امتلأ القلب محبة بالله امتلأ تعظيما، حتى أن القلب يصل إلى أن يعظم كل ما يحب الله عز وجل. كل شيء يحب الله عز وجل أنا أعظمه. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول ابن القيم: وأدبه في الركوع أن يستوي ويعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه، ويتضاءل المصلي ويتصاغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء أمام تلك العظمة. هذه كلها استعدادات للسجود الذي هو محل الدعاء، وإلا فالركوع لا دعاء فيه، بل فقط تعظيم وتسبيح. يقول ابن القيم في شفاء العليل: وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود، وكالتوطئة يعني التمهيد له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل. وإذا استشعرت هذا كل يوم أكثر من 17 مرة، أنا عندنا 17 ركعة في اليوم هذا الفريضة، لابد أن تزيد محبتك لله، سوف تحبه أكثر، لابد. وإذا أحببته أكثر فتأكد أن الله أكرم منك بكثير، فإذا أحببته فسوف يحبك أكثر ما أحببته. تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، تعرفون الحديث. وتخيل أنك تخرج من الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، تخيل، فإذا الله قد أحبك.
من الذي يمكن له أن يضرك؟ من يمكن أن يؤذيك؟ أصلا ماذا تريد من الخلق؟ إذ أنت تمسي وتصبح والخالق يحبك. ولهذا فقد كان السلف رحمة الله عليهم يطيلون هذا الركن شديدا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في قيامه ما يقارب الخمسة أجزاء. تخيلوا، يصلي مع أحد الصحابة فيقرأ ما يقارب الخمسة أجزاء، ثم يركع ركوعا مدته قريبة من مدة قيامه. كم تأخذ وقتا حتى تقرأ خمسة أجزاء؟ عن مسلم المكي قال ركع ابن الزبير يوما ركعة، يعني كان هذا مسلم جالس وعبد الله بن الزبير يصلي، يقول فركع ركع ركعة، يقول فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه. قصة جميلة ذكرها ابن الجوزي في صفوة الصفوة، يقول أبو مالك العابد صلى نهاره أجمع، أحد العباد اسمه أبو مالك، يقول صلى نهاره أجمع، يعني طوال النهار يصلي، قال وليله أيضا، حتى وصل إلى مرحلة يقول بقي راكعا لا يقدر أن يسجد، فلما انتهى رفع رأسه إلى السماء ثم قال قرة عيني، تقر عيني بهذه العبادة، ثم خر ساجدا. يقول فسمعته، يقولون فسمعناه يقول وهو ساجد إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك، كيف ابتعدت قلوب الخليقة عنك، يقصد يعني كيف ما يذوقون هذه اللذة كلها، إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك. والله من عرف طعم الركوع عرف أن الأمر أعظم مما تتصورون وأعظم ما تتخيلون. أسأل الله أن يذيقنا لذته التي هي غافلة عن كثير من الناس. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة.